هاي. سمي الطبق الشعبي ناتشوز على اسم إغناسيو أنايا، وهو رجل مكسيكي عاش بين سنة 1895 و1975 حد الحدود الأمريكية. اشتغل أنايا كنادل رئيسي بمطعم وعاش حياة هادية لغاية سنة 1943. بهاليوم زارت مجموعة من زوجات الجيش الأمريكي المطعم، ومع عدم العثور على الشيف بأي مكان كان على أنايا التفكير بسرعة، فراح على المطبخ وجاب التورتيلا وبرش جبنة الويسكونسن عليها وتركها تتحمص، ورجع طلعها من الفرن وحط عليها شرايح من الفليفلة الحارة. هالابتكار المرتجل حقق نجاح كبير، وتمت إضافة الطبق لقائمة المطعم تحت اسم ناتشوز إسبيسياليس. اسم ناتشو هو تصغير شائع لإغناسيو باللغة الإسبانية. مين قال إنه بعد نجاح الطبق الجديد تمت ترقية أنايا لمنصب الشيف يلي افتتح سنة 1961 مؤسسته الخاصة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.